قد يواجه الأهالي صعوبات في التعامل مع أسئلة أولادهم فيما يخص الدين أو أمور مثل الجنة والنار، وذلك نتيجة اختلاط الأفكار لدى الأطفال. لذلك من المهم جدا أن يعي الأهل أهمية تبسيط المفاهيم الدينية لهم، وأيضا معرفة كيفية البدء بتعريفهم على دينهم الإسلامي. تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع سنناقشها مع الدكتورة رنا الحمصي المتخصصة في الفقه والتفسير. دكتورة رنا، أهلا بك وأسعد الله صباحك وجمعة مباركة علينا وعليك. جمعة مباركة لكم ولجميع المسلمين أين كانوا وأين حلوا. أهلا بك دكتورة. في البداية طبعا الكل بيحرص في النهاية على تعليم الأبناء مسائل الدين حتى منذ نعومة الأظافر، ولكن الكل أحيانا يعتقد بأنه يقوم بعملية التربية السليمة ونقل الدين بمفهومه وتبسيطه أيضا بشكل سليم، ولكن قد نقع أحيانا في بعض المشاكل. هذا سنناقش تتباعا خلال هذه الفقرة وخلال هذا النقاش، ولكن من أي عمر يجب أن نبدأ بتعليم الأطفال والأبناء الدين؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. التربية حقيقة عملية شائكة كبيرة، ولذلك عندما أتى الله بمثال لها في القرآن أسندها بأنه نعمة منه وأنها من الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، وسرد بعدها تعليم الأولاد أن يشكر لله ثم قال يا بني إلى آخره. فحقيقة تربية الأولاد تحتاج إلى حكمة وإلى إعانة وتوفيق من الله، ولكن هذا التوفيق يعني ليس وهبيا كالنبوة، وإنما نستطيع نحن أن نكتسبه بالعلم والتعلم واستشارة أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الناحية يظن الكثيرين أن الأولاد قبل سن السابعة لا يعلمون شيئا، وكثير منهم حتى يتركونه حتى العاشرة يلعب ويلهو يكبر ويتعلم لاحق. نسمع كثير من الأمهات على وضوء، على صلاة فجر، على كذا، لاحق فيه ويترك نومه بهالبرد وإلى آخره. فالطفل عندما يسمع هذا الكلام يأتي مع الأسف بنتيجة عكس المقصود من التربية. الحقيقة أن التربية كما قال أبو الأسود الدؤلي تأتي قبل الزواج. تربية الأولاد تأتي قبل الزواج، نعم تأتي قبل الزواج بأمرين. أولا بإصلاح الإنسان نفسه، لأنه لا يمكن أن يبتغي الصلاح لأولاده وهو غير صالح. النقطة الثانية أن يرتجي لهذا الزرع أرضا خصبة صالحة. فاختيار الزوجة والأم الصالحة العالمة التقية لا يكفي أن تكون صالحة في الدين، بل يجب أن تكون أيضا صالحة في ماذا؟ في معالجة الأمور، وعاقلة في تربية تدارك الأشياء، ومدركة أنها مقبلة على زواج وأنها ستنشئ إنسان، وهو أكبر ما يستطيع الإنسان أن يفعله. الأمر الثاني الدعاء، ربي هب لي ذرية من الصالحين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إذا تبدأ من هنا. النقطة الثانية عندما يتم الزواج ويتم اللقاء بين الزوجين، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو اللهم جنبنا الشيطان وجنبه ما رزقتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رزقوا فقد جنب، يعني بالمئة 99 الولد صالح بإذن الله تعالى، لأنه نشأ على البذرة الصالحة. بعدها في الحقيقة كل شيء تشعره الأم، كل شيء يأخذ حيز في مشاعر الأم يتأثر به الجنين، وهو تتشكل خلاياه الأولى. فالأم الصالحة في كل حركة، في كل وقت تشعر أن هذا الجنين ينبض قلبه في رحمها تدعو، يجب أن تدعو إلى الله، يجب أن تتكلم بالكلمات الجيدة، يجب أن تدعو بصوت الطفل يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجنين عندما ينزل من رحم أمه أول ما ينبغي أن يسمعه هو دعوة التوحيد، هو الأذان في أذنه اليمنى والأذان في أذنه اليسرى، ويدعى له. يبدأ التعليم في الشهر الخامس عندما يبدأ الطفل يعني يحاول مد يده إلى الأشياء وكذا، نبدأ نقول له لا، إذا كان سيمد يده إلى شيء يؤذيه بالإشارة، بالتبسم، بالكلمة، نعلمه شيئا فشيئا هناك شيء اسمه ممنوع. يبدأ يتعلم أن هناك شيء اسمه القوانين، وهذا طبعا بشكل عام. لكن التربية الدينية متى تبدأ؟ حقيقة تبدأ من أول لحظة تضع الأم ثديها في ثغر ابنها عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهو يرتبط سمعه أن في كل غذاء، في كل حب، في كل حنان، عندما تضعه في السرير بسم الله، هذه التسمية يجب أن تقرع سمع الطفل
لكي لا يكون هذا الأمر عليه غريبا، ثم نبدأ بمحاكاته شيئا فشيئا. كيف؟ عندما يقع بسم الله، حفظك الله، هذه الكلمات يجب أن تتكرر على سمع الطفل. طيب دكتورة، متى نبدأ بالتوجيه؟ أيوة، مسألة التوجيه كنت بدي أجي إليها، وحاب أنك تفصلي أيضا في مسألة الأعمار أو المراحل. سنتكلم. يعني لعند سنتين مثلا على ماذا نركز، عن ماذا نبتعد، لعند 4 سنوات وهكذا؟ الحقيقة هذا يختلف حسب نبوغ الطفل. الطفل وسرعة كلامه، في أطفال يتكلمون من الثالثة وما بعد، في أطفال يتكلمون في السنة والنصف وما بعد. كلما يعني بدأ كلام الطفل دل على شدة استيعابه وسؤاله وجوابه. يبدأ الطفل يسأل ما هذا ما هذا ما هذا. طبعا لكل سن فكرة معينة. أنا أول ما أريد أن عندما أريد أن أشتري له أن ألبسه ثوبا جديدا أو أعطيه لعبة أو كذا، الحمد لله الذي رزقنا، هو لا يفهم الآن هذا الكلام، لكن يسمع هذا الكلام. بعد فترة عندما يريد أن يطلب شيء هو لا أمه لا تريد أن تعطيه إياه، لماذا؟ إما لأنه مضر أو لأنه غالي مثلا، تقول ندعو الله أن يرزقنا النقود وبعدها نشتري إن شاء الله، لأن الله إن لم يعطنا لا نستطيع. سيقول لها من الله؟ ستقول له الله الذي خلقك وأعطاك هذه العيون الجميلة وهكذا وهكذا وهكذا، أعطاك والد مثل والدك يحبك، أعطاك إياني. شيئا فشيئا نبدأ بزرع الحب والربط مع الله سبحانه وتعالى. بعد فترة يبدأ هو يسأل، بل نحن يجب أن نعلمه. كلما رأينا شيئا انظر كيف خلقه الله، كم جميل، الطير، القطة، لا نرعب الأولاد من هذه الأشياء. كلما جاء موسم وجاءت فاكهة جديدة نقول هل أعجبتك؟ إذن يجب أن نشكر الله لأن الله رزقنا إياها. علم الله أن عبده فلان، هو تسميه باسمه أو باسمها، يعني يحب هذا الشيء، هو قال لأبيه خذ هذه النقود واشتري لابنك. فهو يبدأ يقول إذن هناك ذات تحبني، ذات تهتم بي. بعدها سيسأل يعني كيف خلقنا الله، وهذا أمر طبيعي من الأطفال. هناك كثير من الأمهات تقول خلقنا بدون أن، يجب أن تقول له كيف خلقنا. خلقنا الله سبحانه وتعالى، وضعك في بطني، ثم قال للملائكة ارعوه، ثم أتيت كبيرا، رزقك اللبن. عندما يأتي الولد لسن، وهذا السن الخطر وهو ما بين سن 6-7 سنوات أو حتى 8 أحيانا، ويأتي ويقول أمي أو أبي أنت تقول لي مثلا هذا الله خلقه، الله من خلق الله؟ المصيبة هنا أستاذي الكريم عندما أسكت استغفر الله لا يقال هذا الكلام. يعني هل الطفل فهم أنه فعل شيء؟ هو يسأل سؤال طبيعي بالنسبة له. أنتم تقولون هو الخالق هو الخالق، من أوجد الله إذن؟ فهنا يجب أن أقول له حولك، يجب أن آتي له بأمثلة يستوعبها عقله، يستوعبها فهمه، وإلا ستبقى ثغرة قاتمة في قلبه وسيحاول البحث من طريق آخر وربما يؤدي به والعياذ بالله إلى الإلحاد. عندما أقول له هل ترى الهواء؟ الهواء لا يره لكنك تشمه. نعم. في قلبك، هل يوجد في قلبك قلب ينبض؟ نعم. هل يوجد في داخلك دم؟ هل تراه؟ لا. إذن هناك أشياء موجودة نشعر بها، ندركها، ولكن لا نراها. أنت هذه الحقيبة من لك؟ من أحضرها إلى هنا؟ لو أنا رأيت أشياءك الخاصة موضوعة في غرفتك، هل من المعقول أنها جاءت بوحدها؟ لا، لابد أن أحدا أحضرها. كذلك نحن الآن وجدنا في هذه الدنيا، الأشجار، الطيور، كذا، كلها لها موجد. فهذا الموجد العظيم نحن نؤمن به. هناك سؤال سيأتي تبعا له، سيقول إذن أين هو؟ لماذا لا نراه؟ يجب أن نقول للإنسان له قوى محدودة. الله نقول له مثلا النملة، أنا سئلت هذا السؤال من طالبتي الصغيرة، قالت لماذا لا نرى الله؟ إن كان هو الجميل وهو اللطيف ويحبنا ويعطينا كل شيء، لماذا لا نراه مثل أبينا مثل أمنا؟ قلت لأنه كبير جدا. قالت ولو كان كبير نحن نرى السماء نرى، وهذا الكلام جميل جدا، أنا أدرجها أريد أن أوصل لها المعلومة. قلت لها النملة الصغيرة صغيرة جدا صحيح؟ قالت نعم. قلت لو وقفت أمام قدمك هل تعرفك أنت اسمها أروى؟ هل تعرفك أنك أنت أروى؟ قالت لا. قلت هل تميزك أنت من أمك من أبيك؟ قالت لا، لأنها تراني كبير، لا تراني أصلا، يعني لا تستطيع أن ترى عيونها حدود طولي.
قلتم أحسنتي، نحن أيضا الله خلق لعيننا حد صغير، الميكروب موجود، هل ترينه؟ ترينه؟ قالت لا، قالت لأنه صغير. قلت إذن عيننا لها حد أصغر في رؤية الأشياء الصغيرة ولها حد في رؤية الأشياء الكبيرة، لكن يوم القيامة إن شاء الله الله سيعطي عيوننا هذه التي تشكره وتعمل بأمره قدرة لترى وجهه الجميل. الطفل يستطيع أن يستوعب هذا الأمر بكل هدوء وبكل سهولة، لكن ينبغي أن لا نقمع أسئلته. طيب الأم بسيطة لا تستطيع أن تجيبه، أو لم يأتي لخاطرها مباشرة هذا الجواب، ماذا تفعل؟ تؤجله، تقول له كم هذا السؤال جميل، أصلا أنا كنت سأحدثك عنه، لكن حبيبي الآن يجب أن أصنع الطعام، أبوك سيأتي بعد قليل، بعد قليل إما نسأله لبابا، بابا يجيبنا، أو أنا إن شاء الله عندما أكون فارغة سأجلس معك وأجيبك عليه. في هذه الأثناء إما توكل الأمر للأب إذا كان يستطيع أن يعلم ابنه هذا الأمر، أو تسأل من يعينها على هذا الأمر. أما أن تترك الأمر متروكا أو تسده بالإصمات، هذا الأمر ليس، وقد يكون نعم، ليس الأمر أيضا صحيحا خطيرا في النهاية ويؤدي طبعاً إلى نتائج عكسية. مشكورة دكتورة على أيضا هذه الإجابة وفيها الكثير من التفصيل والإرشاد أيضا، لأنه نعم هذا مهم ونبحث عنه أيضا في هذه الفقرة. هناك أسئلة كمان متعلقة أيضا مثلا بالجنة والنار صحيح، أنه الطفل أيضا سيسأل في هذا الأمر تلقائيا أثناء العملية التعليم، خاصة في مسائل الدين لابد صحيح من ذكر الجنة صحيح وكثواب، ومن ذكر النار كعقاب، نعم، وبالتالي سيدخل في بعض التفاصيل هو هنا صحيح أيضا. لا ينبغي أبدا للأهل أو للمربي أو المرشد في المدرسة أو أستاذ الديانة حتى أن يبدأ بالتخويف من جهنم لمن يرشده، لأن الله لم يسلك هذا الأمر معنا، الله إنما سلك معنا بالترغيب بالتحبيب، عرفنا بنفسه أولا، رغبنا بأنه اختارنا، رغبنا بالهداية، قال لنا وهديناه النجدين، أنا أعطيتك، أنت حر، أنت مختار، أنت عاقل، اختر الصواب. فما ينبغي أول ما نعامل أطفالنا أو الذين نربيهم أيا كان موقعنا في التربية أن نبدأ بتخويفهم من النار، على العكس تماما، النار ليست لنا، النار للشيطان وأتباعه، والحمد لله نحن مؤمنين، نحن جيدون، نحن نحب الله، نحن نفعل، نجتهد أن نفعل ما أمرنا الله، نجتهد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النار لا تخصنا. من تخص؟ تخص الذين كفروا بالله، تخص الذين ظلموا، تخص الذين سرقوا. أما أنت لا تسرق مال أحد، أنت لا تكذب، أنت إنسان رائع. هكذا ينبغي أن نزرع هذه القيم الجميلة ونشوقها. ولو كنت أنا أعرف أن طفلي أو طفلتي أحيانا تأخذ أشياء من غير علمي، يجب أن لا أواجهها بهذا الموضوع. لننظر إلى التربية الربانية أو الخطوات الجميلة التي انبثقت في التوجيه القرآني للآباء كيف يخاطب أبنائهم. أولا مهما صغر ومهما كبر يجب أن نناديه بالتقرب والتحبب، يا بني. لم ترد ولا كلمة نداء الأب لابنه إلا يا بني، يا بني اركب معنا في قول نوح عليه السلام لابنه الذي كفر، سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف يا بني لا تقصص رؤياك، اللهم صل على سيدنا محمد نفس الشيء في لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ما وصاه، لنأتي إلى هذه الخلاصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، لقمان ليس نبيا لكن لهذه الحكمة في توجيهه لابنه وتميزه أتى الله به مثالا في كتاب الهداية الإلهية الربانية لكل البشر. أولا ما قال له آمن بالله؟ نهاه عن الفساد، أصل الفساد الشرك. عندما نبين للأولاد خطا أحمرا هذا لا يقترب منه أحد، لا كبار ولا صغار ولا أب ولا أبدا، يا بني لا تشرك بالله، ولم يسكت. لا، ما هو الشرك؟ ربما لا يكون واضحا في عقل الطفل تماما. قال إن الشرك لظلم عظيم. إذن الله يوجهنا أن نشبه الأشياء المحرمة بالصفات القبيحة التي تنفر منها نفسية الطفل، ولا شيء ينفر منه كل الناس كالظلم.
فالظلم لا أحد يحبه، وبالذات إذا قلنا الظلم عظيم. لماذا ظلم؟ قد يسأل الطفل: بابا لماذا الشرك ظلم؟ نقول: أنت تظلم نفسك عندما تعتقد شيئا خطأ، أنت تظلم ربك. طبعا هو ظلم ليس مثل ظلم الإنسان لنفسه، لا، ولكن إنكار الحق، أنت تنكر حق الله عليك عندما تقول هناك إله آخر. كما لو أنا أطعمتك وأحببتك وكبرتك تقول لي جارنا أيضا هو أبي، له علي حق مثل ما. هذا ليس من الحق، هذا نسبة الحقوق لغير صاحبه. فنحن نوضح له هذه الأمور. إذا انتهى، لا يوجد أحد مع الله، الله واحد. الأمر الثاني، نأتي إلى نقطة التي بعدها أيضا: يا بني. إذن في كل توجيه لابد أن أقول يا بني. إذن الحوار بين الأب والأبناء، الأم والأبناء، المرشد والأبناء مهم جدا، والحب والتقرب مهم جدا، انتقاء الكلمات التي تفتح مشاعر الطفل، انتباه الطفل مهم جدا. يا بني، يا بني أقم الصلاة. بدأنا بأساس الدين، أول شيء نأمره به إقام الصلاة. إقامة الصلاة حتى لو كان صغيرا، هو سبحان الله نجد نحن الأطفال ابن سنة ونصف، ابن سنتين، أمه أبوه يصلي، يقف وينظر إليه ويقلده. نعم. إذن يجب أن أعلمه منذ أن يبدأ ويعي، وقبله وأقول: نحن صلينا، تعال نصلي معا، ولو كان لا يحسن الصلاة. إذن أول أمر يجب أن نبدأ، مجرد أن يعقل. ليس من الضروري أن أبدأ لسن السابعة حتى أعلمه الصلاة، ممكن أن أعلمه قبل. أقم الصلاة، أقم الصلاة لم يقل له صلي، أحسن إقامة الصلاة. صلي وأنت عالم أنك تقف بين يدي ملك الملوك، يحبك، يناديك فيحبك فيدعوك، وأنت تطلب منه. ماذا تريد؟ الرزق، أطلب منه الرزق. العلم، أطلب منه العلم. الربط بالله سبحانه وتعالى. بعدها لم يقل له لا تكذب، لم يقل له لا قال: وأمر بالمعروف. لا يمكن آمر بالمعروف دون أن أعرف المعروف. إذن وأمر بالمعروف معناها كن قائدا في الخير، فاعلا له وآمرا به. إذا دعاك صديقك لمنكر، بل أمره بالمعروف ولا تكن تابعا له. القناعة، الشخصية القيادية بالحق، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لو وجدت بين أصحاب يعملون المنكر لا تكن معهم، ولو لم تعمل أنت المنكر لا يكفي أن لا تعمل المنكر، بل ينبغي أن تنهى عن المنكر. ثم ربما أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يقرب منك صديق أو يبعد عنك صديق، فتحزن واصبر على ما أصابك، فقرا، تركا، أذية، ربما أنا أريد شيء ولكن أتركه لأجل الله. الصبر أساس الحياة، أساس الإيمان، أساس تعلم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن الله يوجهنا هنا: علم أولادك أساس العقيدة، أساس الدين وهي الصلاة، وأساس الأخلاق وهو الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يعلمه أخلاق شخصية لنفسه: انتهي عن التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولا تصعر خدك للناس في بدايتها. لا تصعر خدك في الناس يعني لا تتكبر عليهم وعندما يكلمونك تلوي عنقك، لا، وإنما استقبلهم بالبشر. إذن الأخلاق الاجتماعية، الأخلاق الاجتماعية لمن هو أعلى منك، لمن هو في سويتك، لمن هو في دينك. وعندما تتكلم لا ترفع صوتك، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تماما كما ابتدأها: إن الشرك لظلم عظيم. أنهى نصيحته بتشبيه الصوت المرتفع. الحق ليس أن ترفع صوتك، الحق ليس أن تقبح الكلمات النابية أبدا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ابتعد عن هذا. إذن هو جعل، رسم له بصراحة خارطة الحياة الصحيحة في الدنيا. جميل. وطريق الآخرة الصحيح. هو في مسألة وصف إن الشرك لظلم عظيم دكتورة رنا، والمسألة متعلقة بأنه ربما أعظم وأكبر ظلم للإنسان عندما يظلم نفسه. صحيح. أن يكون صحيح. الظلم صحيح. في الآخرين، لأنه في النار الآيات طبيعي. تقول: وما ظلمناهم ولكن يعني كانوا أنفسهم يظلمون. يعني أنا عندما أنكر حق ربي وعندما أقف أمام ربي ظلمت نفسي قبل أن أظلم. وهذا أكبر ظلم. أكيد. حاب نختم هذه الفقرة أيضا دكتورة رنا بالتعريج على بعض الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الأهل أثناء عملية تعليم الأبناء الدين الإسلامي. نعم.
سواء الأهل أو حتى ربما بعض المدارس أو المعلمين صحيح. أو الأشخاص أولياء الأمور بشكل عام، ونقدم بعض النصائح في هذا الإطار. الولد في عمر 4 أو 5 سنوات يبدأ عنده الخيال، قد يتخيل أنه لم يفعل الشيء أو فعل الشيء ويتكلم كأنه فعله. يأتي الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو أي أحد، أنت لماذا تكذب؟ أنت لم تفعل هذا وأنا أعرف أنك تكذب. الولد لا يعرف أنه يكذب، ولكن نحن إن كان يعرف أو لا يعرف ينبغي أن لا نقول له أنت كذاب، الله سيحرقك في النار. هذا الكلام نحن الآن رأينا نقاط توجيه لقمان لابنه، هل خوفه من النار؟ أبدا. أنا طبعا نسيت نقطة، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. الربط، ربط المراقبة مع الله. ربما أنا لا أكون معك، لكن الله يرى حبة الخردل الصغيرة في الصخرة الصماء الكبيرة، وعقب على هذه الآية إن الله لطيف خبير. الله لطيف بك، إن كنت بحاجة إليه أدعوه، خبير بحالك، يعلم ما تعلم. وأنا الربط مع الله، فأنا عندما أقول له كأنك نسيت أو كأنك رأيت في الحلم وتقول هذا الكلام، أو لعلك تتخيل، نعم لعلك تتخيل، ولكن جميل أن تتخيل، لكن بدل أن تتخيل أن فعلت كذا وكذا، تعال نتعلم كيف تصبح هكذا. بدل أن أقول له لا تكذب سيدخلنا الله على النار، متى أبدأ بالتخويف بالنار؟ متى؟ هذا الكلام عندما يكون جرم الولد جرما كبيرا، يعني بلغ بعد سن البلوغ وأكثر، بدأ يعقل أن الخطأ له الجزاء. عندما يدرك الولد أن الخطأ له الجزاء بدأ يذهب إلى المدرسة. أنت لأنك لم تدرس لم تأخذ علامات جيدة، لكن لم توضع في السجن. من يوضع في السجن؟ القاتل، السارق، الكذا. هل أنت هذا؟ النار لهؤلاء. نعم، خلق الله الجنة وأعد فيها للمؤمنين، هكذا أعد فيها للصادقين مثلك، أعد فيها للمصلين مثلك، أعد فيها للذين يسمعون كلمة أباهم وأمهم مثلك، للذين يحبون العلم مثلك. ولكن مسكين فرعون تعلم الخير ولم يفعل به، أدخله الله النار. إذن ليس لك، لغيرك. فهو سيتعلم أن هذا هو مكان العقاب. الله سبحانه وتعالى عندما نبأ عن نفسه أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن نصف الله سبحانه وتعالى دائما بالغفران والرحمة، ولكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن العذاب أليم، لكن لمن؟ لمن يستحقه. أنت أيها المؤمن عبد الله المحب، عبد الله الشاكر، لا تفعل هذه الأشياء، ولذلك لا نخاف نحن النار. لماذا؟ لأن الله ودود يحبنا ونحن نحبه، نطيعه ويكرمنا. هذا الكلام لمن؟ للذي لا يطيع الله، للذي لا يحب الله. فالولد دائما ينظر، الحمد لله أنا مؤمن، الحمد لله أنا كذا. كانت عندي صغيرة أنا كنت أقول لها أن الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا نفعل بعض الأشياء، ولو أبونا ولو أمنا ولو كذا ما عرفوا، الله يرانا. قالت إن رآنا الله ماذا يفعل لنا؟ قلت لا يفعل لنا شيء، لكن يزعل منا، يعني لا يغضب. كلمة غضب أنا حتى لا قلت، يعني يقول لماذا تفعلين هذا الشيء وأنا أحبك؟ أنت هل تريدين أن تزعل، أن أغضب منك، أن أحزن منك؟ قالت لا. قلت أمك؟ قالت لا. قلت أبوك؟ كيف تريدين أن يحزن الله منك؟ سكتت، قالت نعم شيء سيء جدا. بكت، عمرها 6 سنوات الطفلة. قالت أنا البارحة فعلت شيء. قلت ماذا فعلتي؟ قالت أمي نامي في الساعة 9 ولكنني أنا فتحت الآيباد بعد أن ذهبت ولم أشعل الضوء حتى لا تشعر بي، وجلست فترة. قلت والله رآك صحيح؟ قالت نعم. قلت لا بأس، بما أن الله وحده رآك استغفري ولا تعودي لهذا العمل ثانية. الآن أبدا لا تفعل هذا الشيء. أقولها تقول كيف أفعل والله يراني؟ هذا شيء مهم جدا. وسهل ابن عبد الله التستري رضي الله تعالى عنه، قصته معروفة، عندما رباه أن الله معه دائما وقال خذ هذه الحمامات، وأعطاه للبقية الأطفال واذبحها حيث لا يراك أحد. ثم جاء ومعه الحمام، قال لما تذبحه؟ قال الله معي في كل مكان. إذن زرع الارتباط في الله هو أساس التربية الصحيحة الدينية. لا فضفوك دكتورة على هذا الحديث وهذه النصائح والإرشادات أيضا والإضاءة الجميلة. دكتورة رنا الحمصي المتخصصة في الفقه والتفسير، شكرا دكتورة.